عملنا اتحاد شاغلي. اتحاد الشاغلين عايز يستلم الوديعه بتاعته. اتحاد الشاغلين هو المنوط باداره المال الشايع والاجزاء المشتركه، مش اداره بيتك، جوه باب فيلتك او جوه باب شقتك انت المسؤول عنها. بره سلالم، طرق، جناين، كهرباء، نور، نظافه، هو ده المال الشايع، ومواتير ميه، مواتير معرض، كل ده مسؤوليه اتحاد الشاغلين اللي هو الصيانه، او مسؤوليه المطور العقاري لحين انه يسلم اتحاد الشاغلين الوديعه. طيب طور عقاري ما رضاش يسلم الوديعة، احنا اسسنا اتحاد شاغلين، عرفنا نجحنا في تاسيس اتحاد الشاغلين، تمام، عايز يسلمه مش راضي يسلمه. دي احنا هنا بصدد نعمل حاجتين. ايه بقى؟ نرفع عليه جنحه خيانه امانه، تمام، بس يبقى عندنا وضع قائم، ونرفع عليه دعوه الزام مدني، فاقدر اروح مدني واقدر اروح جنائي الاثنين. طب هو بختار ليه؟ انا شخصيا وغيري بيحب يختار الجنائي، اللي الجنائي ما فيهوش هزار. بمعنى ايه ما فيهوش هزار؟ عقوبته اغلظ، فيها حبس اغلظ، اقوى، هتحبس، هقعد محبوس. طيب سؤال، هو انا لو رحت جنائي ما ينفعش اروح مدني؟ ينفع، ينفع. يعني لو رحت جنائي وخدت حبس، تمام، لا مش معنى كده واحد يجي يقول لك ايه طويل. وانا هاخد ايه من الراجل بالحبس؟ لا يا فندم، يعني انا لو رحت خبير والخبير اثبت ان في 40 مليون جنيه من فلوس الوديعه مع المطور العقاري ويجب توريدهم لاتحاد الشاغلين، فعملنا جنحه خيانه امانه. المطور العقاري في جنحه خيانه الامانه خد حبس 3 سنين، مش هياخد اقل من كده، هياخد اقصى، تمام. هل معناه واحد يجي يقول لك ايه؟ طب انا هستفاد ايه من ان انا محبسه؟ انا عايز فلوس. فندم انت هتحبسه هياخد 3 سنين وهتاخد ال 40 مليون. ترفع بقى الدعوه. هتاخد ال 40 مليون، طيب هو معهوش 40 مليون. هتاخدهم منين؟ 80% من المطور العقاري عنده فلوس في البنوك او هتعمل حجز مال المدين ليه؟ عليه؟ هتاخد اجراءات بحجز على اي ممتلكات عنده خاصه بالشركه. طبعا هتاخد هتلاقي فلوس هتاخدها. فاذا المطور العقاري النهارده انا بلجا لدعوه الحبس عشان اخوفه. وعلى ما اعتقد برضو يا استاذ احمد، مع القانون او الشكل الخاص دلوقتي بالقانون الخاص بمجلس الوزراء، الضوابط الخاصه بيه، يعني اللي هو لسه تم يعني شهر 6 اللي فات اقرارها، يعني مره اخرى، ان احنا متهيألي ده هيخلي الامور اسهل شويه، ان كل مطور عقاري يبقى عنده وديعه خاصه بكل مكان سكني، يعني او المنشاه بتاعته، يعني هتبقى خاصه حساب في البنك باسم المنشاه دي او باسم المكان ده، فالموضوع هنا بقى اسهل شويه، يعني فلوس مش على بعضها يعني. هو هنا ال 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 الضوابط رئيس الوزراء في الحته دي قالت ايه؟ قالت ان الوديعه توضع في حساب مستقل باسم حساب الوديعه. بالظبط، باسم المشروع. باسم وديعه، مش المشروع، اصل المشروع ليه حساب ايه؟ مختلف. الحساب اللي بيتحط فيه اسم، لا، حساب الشركه مختلف وحساب المشروع مختلف. لا، ما انا اقول لك ايه بقى؟ حصل ايه في الحته دي؟ حصل انك انت يجب انك تعمل حساب للمشروع. تمام. انا ممكن تبقى عندي شركه فيها 4 مشاريع. ايوه، عندي في التجمع، وعندي في القاهره، في جي في جي في زايد، وفي اكتوبر، وفي العبور، عندي في 100 حته، ربنا يزيدهم يعني، تمام. فاعمل باسم المشروع ليه؟ لان ضوابط رئيس الوزراء اللي نزلها قال ايه؟ ان جميع الشيكات او المتحصلات اللي انت هتدفعها او الاقساط تودع في حساب اسمه حساب المشروع. ايوه، ده اللي اقصده. غير حساب الشركه. لا، ما انا بقول حساب الشركه منفصل. ايوه، وحساب المشروع منفصل. وعلى كده، ومش اكتر، واكتر من كده. ايه بقى؟ وجب على المطور العقاري ان يتقدم للجهاز او الجهه الاداريه بكشف وبيان كل 6 اشهر باللي دخله واللي خرج. ويسيب نسبه معينه ل حالات الفسخ وحالات ده. خلاص، يبقى احنا عندنا حساب الشركه، تمام، حساب مشروع، بالظبط، عندنا حساب ثالث هو حساب الوديعه.
ده حساب بقى مستقل منفصل خالص، ما تلعبش فيه حضرتك، ده صندوق بتحوش فيه لغايه ما نبدا نفتح ونشوف الوديعه دي. اول ما نبدا تشغيل المشروع. الاجزاء المشتركه، ما انت طول ما انت سعادتك بتبني انت مالك بالوديعه، ودي نقط مهمه جدا جدا عند اللي بيرفع القضايا دي ويقول للخبير انت بتحاسب لي امتى، هو المشروع اتسلم امتى وتسلم لمين عشان ابدا احسب من الوديعه. ما انت ممكن تكون بتصرف اثناء تشغيلك اثناء بنائك. طب ما ده اللي بيحصل دلوقتي، ان اغلبيه المشروعات ممكن ما تكونش خلصانه بنسبه 100% او بنسبه 70%، هي دي بقى وتلاقي ان انت بتاخد بتدفع فلوس الصيانه على شكل يعني دوري او بيستقطع منك يعني كدفعات مع الاقساط اللي بتدفعها، لحين انك حتى وقت الاستلام ممكن ما تستلمش بشكل نهائي بس انت بتكون دفعت الوديعة. شوف يا احمد بيه، خلينا نتفق ان في كل ناس ليها ناس شاطره في مهنتها. فالشاطر في مهنته لازم يحدد للقاضي يقول له أنا عايز الخبير لما ينزل يبحث موضوع الوديعة دي يطلع على إيه؟ لازم يقول له يا فندم أنا عايز واحد، عايز أشوف الوديعة دي اتحطت في البنك من إمتى؟ من كشف يوم حساب إيه؟ ليها يعني. لا، اتحطت بكام؟ وفوائدها من يوم ما اتحطت، وهل تم صرف منها واتصرف في إيه؟ ومواعيد الصرف. ده دور الخبير ينزل ده، ولازم تقول للخبير تبص على المشروع اتسلم ولا ما تسلمش، عشان هتبدا تصرف من الوديعه بعد تسليم المشروع. مش تصرف لي من دلوقتي وتقول لي ما انت كده مشروعك انت اللي جايب امنه واضاءته، ده دي تكلفتك، دي جزء من تكلفتك مش جزء من صيانتك. تفرق بين ده وده، ونشوف الصيانه شركه الصيانه دي مين بيدير والعماله اللي فيها وقد ايه، وهل ارقام اللي بيقبضوها العماله دي ارقام سليمه ولا اروح اجيب لي مهندس زراعي مثلا يكون قريبي اديله 30,000 جنيه في الشهر. طب هل ده رقم؟ هل هنا من حق الملاك يطلعوا على الكشوفات الحسابات الخاصه بالصيانه؟ ده لازم يطلع عليها. ولذا اقول لك حاجه تانية، ويعرف جنبيها ده مكتوب لي ايه وده مكتوب لي ايه والكلام ده. طبعا اللي هو الخاص بالشركه طبعًا نفسها. طبعا يا فندم طبعا، بس الشركه لما هتروح مش هتقدر تديك حاجه، يبقى انت ما قدامكش غير انك تلجا للقضاء. لجأت للقضاء. في نقطة بقى برضه احنا نسيناها في النص عديناها. ايه هي؟ وانت قلتها، قلت لي ايه؟ في الغالب لو ما عرفناش نأسس اتحاد شغالين. طب انا الاقي واحد جاي يقول لي ايه؟ انا دافع مثلا وديعة ربع مليون جنيه، دافع الوديعة بس ربع مليون جنيه وتصرف منها، وجاي يقول لي كل سنة عليك 40,000 جنيه. طب يا جماعة هو مش منطقي، ما دفعت ليه؟ هو انا مأجر الشقة دي ولا شاريها ملك؟ ده انا دافع لك ربع مليون، طب بتروح فين الفلوس دي؟ هو كده وما تدفع. انت من حقك انت لوحدك كده لوحدك خالص ترفع قضية على الشركة وتقول له حاسبني ووريني حساباتك، وريني انت بتصرف في ايه، وعندي خبير ليها لانه يطلع على كل دفاتر الشركة ويشوف ميزانياتها ويشوف صرفت في ايه وما صرفتش في ايه، والوديعة بتجيب كام، وكل التفاصيل الصغيرة الخاصة بيك الخاصة بيك، وانت توجه طلباتك للمحكمة عشان المحكمة توجهها للخبير تقول له ابحث لي واحد اتنين تلاتة. ما هي دي الفنيات، انت تنزل تبحث ايه، يعني اهم حاجة تبقى فاهم النقاط القانونية اللي تمشي عليها واللي وتشتغل عليها، واللي هتقول للخبير اعملها لي حقق لي المأمورية بتاعتي في اطار انك تطلع على واحد اتنين تلاتة وتشوف هل فعلا انا مطلوب مني ادفع. وحاجة تاني من الحاجات المهمة جدا، هي كم وحده اتباعت وكم وحده لسه ما اتباعتش؟ انت ممكن تكون مخلص المشروع وعندك مثلا 20% منه ما اتباعش، هل ال 20% ده بيدفع في الصيانه ولا هو عشان بتاع المالك؟ خد بالك من النقطه دي مهمه قوي. انا عندي 20%، عندي 200 وحده لسه ما اتباعوش من 1000 وحده. طب ال 200 وحده ده والمشروع خلاص اتسلم والناس بدات تسكت، فبدانا نتكلم بقى على اساس انه دي جزء من مصاريف الصيانه ونصرف عليه. طب في 100 وحده او 200 ايا كان العدد ده لسه المطور ما باعهمش نظرا انه سايبهم لما المكان يحلو ويبيعهم، ده حقه انا مش متضايق مفيش مشاكل. طب دول بيتحملوا ازاي على مصاريف الصيانه بعد كده؟ مش بعد كده، من دلوقتي. ازاي؟ ما انت النهارده دول ملك المطور، ما تدفعلهمش وديعه صيانه. ما هو ده هيدفع لسه بعد كده، فانت عندك في عجز بعد كده ازاي؟ انت وانس المشروع اتسلم
اصبح تحسب دول معاهم بيصرف من فلوسك على الوحدات بتاعته. فانت لازم تاخد بالك من دي. طب وده يتم ازاي؟ الخبير ينزل يطلع في كام وحده اتباعت وكام وحده من الوحدات دي، وهل كل الوحدات ليها وديعه صيانه زي بعض؟ انت بتلاقي وحدات وديعه الصيانه بتاعتها 7% وناس 5 وناس 10 بالظبط، ممكن في نفس المكان. بتحدد بناء على ايه؟ بناء على السعر. على السعر؟ اه.